بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصيدة عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في حب الصحابة وبغض الجهمية من كتاب الدرر المنضدة من عقائد السلف المسندة بأسانيد شيخنا محمد بن شمس الدين حفظه الله تعالى. إني امرؤ ليس في دين لغامزه لين ولست على الأسلاف طعانا شغلت عن بغض أقوام مضوا سلفا وللرسول مع الفرقان أعوانا فما الدخول عليهم في الذي عملوا بالظن مني وقد فرطت عصيانا فلا أسب أبا بكر ولا عمر ولا أسب معاذ الله عثمانا ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت الترب أكفانا ولا الزبير حواري الرسول ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا ولا أقول علي في السحاب لقد والله قلت ظلما إذا وعدوانا ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا ولا أقول تخلى من خليقته رب العباد وولى الأمر شيطانا ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا هامان طغيانا لكن على ملة الإسلام ليس لنا اسم سواها بذاك الله سمانا إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا.